بمشاركة 75 شخصية، تقول الأمم المتحدة إنها تمثل بعناية عموم ليبيا. ينطلق الحوار الليبي في تونس. المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة شددت في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بمدينة قدامس الثلاثاء الماضي على أن منتدى تونس فرصة لترجمة التقارب الكبير الحاصل بين أطراف النزاع. سنعمل في تونس على وضع خارطة طريق سياسية للمستقبل القريب، والهدف تحديد موعد قريب لانتخابات عامة في ليبيا. نريد التزاما من الأطراف المتنازعة يترجم التقدم الحاصل في مختلف المسارات. يهدف منتدى الحوار الليبي بتونس إلى التخطيط لانتخابات رئاسية وتشريعية الربيع القادم، ويتطلع إلى الاتفاق بشأن سلطة تنفيذية انتقالية جديدة تعوض المجلس الرئاسي بقيادة السراج. خريطة الطريق للفترة المقبلة تتعلق أولا بإعادة بناء الهياكل السياسية، والمقصود بالهياكل السياسية المجلس الرئاسي الذي سيعين على رأسه رئيس جديد بدل السيد سراج، وأيضا حكومة الوفاق الوطني التي سيعين على رأسها أيضا رئيس جديد يرجح أن يكون باش أغا. تعمل الأمم المتحدة على تجسيم التفاهمات السياسية بين أطراف الصراع في الشرق والغرب في دولة مستقرة بمؤسسات دائمة تقطع مع فوضى السلاح وهيمنة الميليشيات والتدخل العسكري الأجنبي في ليبيا. دول الجوار الليبي بدءا باتفاق الصخيرات بالمغرب تبحث عن استقرار ليبي طال انتظاره. من لعب دور محوري من دول الجوار هي المغرب، رغم أنها ليست لديها حدود مشتركة مع ليبيا، وظهر ذلك في اجتماعات الصخيرات وأخيرا في بوزنيقة. البلدان المغاربية الأخرى للأسف لا تهتم بالوزن الكافي بالملف الليبي. اتفاق وقف إطلاق النار والتزام أطراف النزاع بمختلف المسارات مؤشرات قد تقود إلى نتائج ملموسة بمنتدى الحوار الليبي بتونس، منتدى طاله النقد من الداخل الليبي في علاقة بمدى تمثيليته لكافة المناطق والقوى والقطاعات. ستكون تونس محط أنظار الليبيين. الحوار الليبي خطوة أخرى على درب إرساء دولة بمؤسسات دائمة قد تنهي معاناة الشعب الليبي على مدى السنوات الأخيرة. فتح الفالح ميديا، تونس.